بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في الأمر بالتسمية واذكروا اسم الله عليه، هل هو عند الإرسال أو عند الأكل؟ ورجح أنه عند الإرسال، وذكر الأحاديث في فضل التسمية عند الأكل. قال الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، الذي كان يكفي سبعة أو ستة أكله الأعرابي بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. هكذا رواه ابن ماجه، وهو منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة، فإنه لم يسمع منها هذا الحديث، بدليل ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال: أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، صححه الشافعي. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن جابر بن صبح قال: حدثني المثنى ابن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى وسط، فكان يسمي في أول طعامه وفي آخر لقمة يقول بسم الله أوله وآخره، فقلت له: إنك تسمي في أول ما تأكل، أرأيت قولك في آخر ما تأكل بسم الله أوله وآخره؟ فقال: أخبرك أن جدي أمية ابن مخشي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن رجلا كان يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فلم يسمي حتى إذا كان في آخر طعامه لقمة، قال بسم الله أوله وآخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى، فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه. هكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري، وثقه ابن معين والنسائي، وقال: أو الفتح الأزدي لا تقوم به حجة. ضعف الشيخ الألباني. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على طعام
لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما، فجاءت جارية كأنما تدفع، كأن أحدا يدفعها، الشيطان كان يريد ذلك هو الذي يدفعه. قال فجاءت جارية كأنما تدفع، فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، جارية يعني طفلة صغيرة. قال وجاء عربي كأنما يدفع، فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها. وجاء هذا الأعرابي ليستحل به، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده يد الشيطان في يدي مع يدهما، مع يديهما، يعني الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي. حديث آخر رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، أي لإخوانه الشياطين. وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. أعوذ بالله من اقتران الشيطان. هذا لفظ أبي داود. حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود وابن ماجه، حسنه الشيخ الألباني. قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يقول لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده: اليوم أحل لكم الطيبات، ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد جوير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل النحيان يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، هذا الذي شرع لهم، وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم: تعالى الله وتقدس. قد نص الإمام أحمد على أنهم إذا ذكروا غير اسم الله فلا تأكل، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا دليل على أنهم إن ذبحوا لغير الله لم تحل الذبيحة. لا أعني أن قول الإمام أحمد هو الدليل، ولكن أنا أقصد أن ما ذكره ابن كثير رحمه الله عن هؤلاء العلماء من سبب وعلة إباحة ذبائحهم هو ذاك، وكذلك قوله عز وجل مما يدل على هذا أنه لم يشرع قط أن يذبح لغيره ولا أن يهل لغير الله عز وجل عند الذبح، قوله: وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن كل الأمم شرع لها أن تذكر اسم الله، لم يشرع لها أن تذبح لغير الله قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لله عز وجل توحيد وإيمان، والذبح لغيره شرك وكفران. قد قال عز وجل: فصل لربك وانحر. فكما نجزم ونوقن ونقطع
لأن الله لم يشرع قط لأمة من الأمم أن تصلي لغير الله، فكذلك لم يشرع لأمة من الأمم أن تذبح لغير الله. يبقى أن بعض أهل العلم قد قال بجواز الأكل حتى وإن سمى غير اسم الله. نقول هنا تعارض بين العمومين، عموم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فنجد أن عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مخصص بالإجماع، بالنص والإجماع، بل هو من العام الذي أريد به الخاص أصلا، لم يرد به العموم كلية، لأن المقصود ذبائح أهل الكتاب وليس المقصود الطعام الذي ليس يذبح. فطعام غيرهم من النباتات والقمح والخبز ونحو ذلك حلال حتى ولم يكونوا أهل كتاب. ثم نقول إن الله عز وجل قد حرم الخنزير، ولا نزاع بين العلماء أن النصارى وإن استحلوا الخنزير لا يحل لنا أن نأكل الخنزير. فكذلك إذا استحلوا الميتة لم يحل لنا أن نأكل الميتة، وإذا استحلوا ذكر غير اسم الله فهذا أغلظ. التي ماتت حتف أنفها ولم يذكر عليها اسم الله حرمت، فكيف بما كان قد ذكر عليه اسم الله اسم غير الله؟ فكيف إذا ذكروا غير اسم الله عز وجل؟ هذا أغلظ من الميتة. وقد قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني في استباحة أكل الميتة التي لم يذكر عليها اسم الله، فكيف تباح ما أهل به لغير الله؟ إذن هذا العموم قد خصص، أولى أن يخصص كذلك، والعموم الآخر باقي كما هو. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا لم يخصص إلا فقط في النسيان على قول من يقول أن الناس تحل ذبيحته إذا ترك التسمية نسيانا أو جهلا، وهو أقرب إن شاء الله. قال وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل قال دلي بجراب من شحم يوم خيبر قال فاحتضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا، والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم، الشيء الذي كان يعتقد اليهود أنه حرام، زي كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فالإمام مالك بيقول إن اللي هم معتقدين أنه حرام يبقى ليس من طعامهم، يبقى ليس حلا لنا. ونقول بل هذا فائدة قوله عز وجل وطعامكم حل لهم، فهذا قد نسق تحريم الشحوم، فهو هذا حلال لهم في حقيقة الأمر، وهم لم يلتزموا ذلك، لا عبرة بعدم التزامهم. يبقى إيه فائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم مع أنهم لا يلتزمون بشريعتنا؟ أن نعلم أن إنما طعامهم الذي أحله الله هو الذي أحله لنا، وبالتالي لم يدخل الخنزير فيما هو حلال عندهم، لأن الذي أحله الله لهم هو الذي أحله لنا، فلم يحل لنا الخنزير، فلم يحل له، ولم يحل لنا ما تعمد الذابح ترك ذكر اسم الله عز وجل، ولم يحل لنا ما ذكر عليه غير اسم الله عز وجل، فقد حرم عليهم ذلك، فليس هذا من طعامهم الحلال، فليس هذا من طعامنا الذي أحله الله لنا. ماشي. قال استدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم
أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر لأنها قضية عين. وصحيح قضية عين، ولكن هي تدل دلالة على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن السنة التقريرية ثابتة تعامل كالسنة القولية. المحقق الأخ غفر الله له اللي مش فاهم الموضوع بيقول: قضايا العين لا تثبت إلا بقرينة. ده كلام يعني يدل على عدم الفهم بلا شك. هي قضية عين قطعا ويقينا. أين اللفظ العام حتى يقال هذه ليست قضية عين؟ هي واقعة عين نعم، ولكن الاستدلال هنا بالإيه؟ بإقرار الرسول عليه السلام وبعموم المعنى. عشان بس اللي عندهم النسخة بتاعت هذه الحاج دي، ده خطأ بين يعني. قال: ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حلة كشحم الظهر والحوايا ونحوهما. أهو بقى ده الاحتمال في قضية العين ده، أنه شحم كان فيه، لكن الظهر أنه جراب ألقي فيه شحم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال أو في وقائع الأعيان ينزل منزلة العمومي في المقام. يقول: وأجود منه في الدلالة، وابن كثير موافق على الحكم بس بيناقش طريقة الاستدلال. قال: وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها، وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منها نهشة، أخذها بأطراف الأسنان، فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه، وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمهله، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معروف فمات، فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر ابن البراء. حديث أخرجه البخاري ومسلم. هو لم يقتلها حتى مات بشر. وجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة. إهالة اللي هو الدهن، سنخة متغيرة يعني ودكا زنخة. الودك اللي هو الشحوم مش الدهن اللي هو اللبن، لا شحم متغير الرائحة فيه بداية تغير. وهذا يدل على أن المنتن المحرم هو الذي قد بلغ درجة المضرة في النتن، وأما بداية التغير فقد أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام لقلة ما كان عندهم، ويكون مكروها عند عدم الحاجة. روى ابن أبي حاتم عن مكحول قال: أنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. قال: وفي هذا الذي قاله مكحول النظر رحمه الله، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك، ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شبههم، لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم، بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاء، بل يأكلون الميت بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد قولي العلماء ونصارى العرب كبني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة ومن أشبههم لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. الصحيح أن من كان من الصابئة أو من زعم التمسك
بدين الأنبياء الذين لم يعرف لهم كتاب وليس معروفا لهم كتاب لا تحل ذبائحهم. وأما نصارى العرب فمن منع ذبائحهم؟ قال أنهم لم يتمسكوا بالنصرانية إلا بحل الخمر ولم يتدينوا بالشريعة. والصحيح أن من دان بشريعة النصارى واعتقد في الرب عز وجل وفي التوراة والإنجيل اعتقد وحدانية الله وفي التوراة والإنجيل حل ذبيحته حتى ولو كان مشركا بادعاء الولد لله عز وجل، ولكن بشرط أن يذبح ولا يذكر غير اسم الله. فإذا ترك التسمية عمدا أو سمى غير الله عمدا لم تحل الذبيحة. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لمكحول. إذا لم نعلم وليس هناك أمر غالب على أهل الكتاب في بلد ما فنسمي ونأكل، لكن إذا علمنا أنهم لا يسمون كما نجزم اليوم عن أهل أوروبا، بل نحن نجزم أن عامة أهل أوروبا اليوم ليسوا بنصارى إنما هم ملحدون لا ملة لهم، أغلبهم وثنيون، لا أعني أنهم يعبدون الأوثان الأصنام يعني، ولكن يعبدون أهواءهم، ينكرون وجود الله، وهذه وثنية، وهذه وهم يعظمون جدا مقدسات وهمية من الحرية والديمقراطية ورغبات الإنسان ونحو ذلك. الفلسفة الإلحادية التي يبنون عليها طريقتهم تدل على أنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية. النصارى المصريين يغلب عليهم ذكر غير اسم الله، فلكن إذا سمى الله أكلنا. الاثنين ذبائح أوروبا لا بيذبحوا لأنهم يحرمون ذلك باعتقادهم أن هذا تعذيب للحيوان، وإذا ذبحوا لم يسموا. روى أبو جعفر بن جرير عن محمد بن عبيدة، الظاهر أنا محمد بن عبيدة ولا عن عبيدة؟ عن عبيدة أرض مصرين على ابن عبيدة؟ ها؟ أيوة كده، حد يقول عن عبيدة يبقى هو الصح. أيوة كده صح، عن عبيدة، لأن بيروي عن علي عبيدة قال: قال علي: لا تأكلوا ذبائح بني تغلب لأنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب إذا كانوا يتدينون. يبقى إذا الكلام هنا اللي بلغ عليه رضي الله عنه أنهم لا يتمسكون إلا بشرب الخمر، لا يلتزمون بشريعة ولا بذكر اسم الله. فإذا كان الأمر يحتمل أن بعضهم كذلك وبعضهم كذلك، لم يكن هذا باختلاف رأي بقدر ما هو اختلاف في فتوى، في واقع، في تحقيق المناط. إذن المناط على أن هذا يعتقد في وجود الله وفي الأنبياء وفي الكتاب ثم هو يسمي، إذا سمى سمى الله، فإذا كان الأمر كذلك فهذه تحل ذبيحته. إذا كان لا يعتقد في وجود الله أو لا يعتقد في نبوة الأنبياء أو لا يعتقد في الكتاب أو لا يلتزم من شريعة الكتاب إلا بشرب الخمر، ومن هنا كان لا يسمي، أو حتى علمنا أنه تعمد الترك التسمية أو سمى غير اسم الله، لا تحل. قال: وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم لأبي ثور، وخلاف ولا تنكح نساؤهم خلافا لأبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل، كان أحد الأئمة لكن أخطأ في هذه المسألة، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء، اللي هو قال إن تؤكل ذبائح المجوس وإيه وتنكح نساؤهم، فأنكر عليه الفقهاء حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه، يعني في هذه المسألة غلظ جدا على غير عادة الإمام أحمد، ولكن لأجل نكارة قول أبي ثور يقول: وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ، وإنما الذي في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. ولو سلم صحة هذا الحديث فعمومه ليسنوا بهم سنة أهل الكتاب مخصوص بمفهوم الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فدل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل. لذا قلنا لابد أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. طب بوذي، هندوسي، ملحد، شيوعي، كونفوشيوسي، عابد أوثان، كل هؤلاء لا تحل ذبائحهم أصلا ولو ذكروا اسم الله وذبحوا ذبحا شرعيا. الأثيوبيين ما بين مسلمين وما بين نصارى، بس يا دوب اللحوم دي مذبوحة هناك ولا جاية ولا يذبحها مذبوحة هنا؟ على أي الأحوال لابد من النظر في من الذي أشرف على الذبح، لأن النصارى كثيرا لا يعتنون بهذه المسألة. للعلم إذا شككنا في حقيقة الذابح هل هو كتابي أم غيره، بلد فيها أهل كتاب وغيرهم، اشتبه الأمر، حرمت الذبائح حتى يعلم من الذي ذبح. لماذا؟ لأن الأصل تحريم الذبائح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فقياسا على الكلاب يكون الأمر كذلك. إذا ولد يعني كتابي وغير كتابي لم تحل الذبيحة حتى يعرف. نعم، أنت تفهم قصدي. لا، احنا نحتج بالعموم، وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا ان الاصل في الذبائح الحرمة، قال وان وجدته غرق في الماء فلا تأكل، فانك لا تدري اسهمك قتله ام الماء. الرسول علل التحريم بماذا؟ بانك لا تدري من الذي قتل، اسهمك ام الماء، غرق في الماء. هذا يدل على أنه لا يجوز أن يأكل طالما لم يعلم حصول التذكية من مذك مقبول التذكية. يبقى إذا شك في الذبح أو شك في الذابح لا تحل. إيه اللي ورد بأن احنا نسمي نحن نأكل؟ الذين لا مسلمون ذبحوا ولا ندري أسموا الله أم لا، ويقاس عليهم أهل الكتاب في هذا، لا ندري أسموا الله أم لا، لأن الأصل أنهم متعبدون بالإيه؟ بالتسمية. لو علمنا أن الأصل في زمن ما في بلد ما أنهم يذكرون غير اسم الله لحرمت ذبائحهم. هؤلاء الذين علمنا أنهم لا يتعبدون بالذبح، لا يلتزمون بالتسمية. اليهود يلتزمون بذلك فيما أعلم. أضمن طعام لمن سافر إلى أوروبا وأمريكا إذا لم يجد مسلم ميل أن يطلب طعام اليهود، جوس ميل، كوشر، سموه كوشر، كوشر يعني مأذون لليهود فيه، يشترطون شروطا مقيدة ويعني مهمة جدا، أهمها امتناع من شحوم الخنازير ومن الميتة. الخنزير عموما، هي الخنازير بس، ايوه اي حاجه فيها خنزير عندهم محرمه. يا لا يقدر الامريكان ولا الاوروبيين على ان يهملوا هذه المساله في حق اليهود. يعني لازم لما يقولوا ان ما فيش حاجه، ان ما فيهاش خنزير يبقى لازم ما فيهاش خنزير، يبقى ما يقدروش يضحكوا على المسلمين ممكن، لكن اليهود ابدا. يعني وعلى هذا اعتمدنا في جواز البيبسي والكوكاكولا، ان ده ثبت انه في امريكا واوروبا ان هذا من طعام اليهود، كوشر، مما يؤذن اليهود فيه. لو كان زي ما يقولوا فيه خنزير ما كانش اليهود سكتوا ابدا. لا
لا ده زي ما قلنا ده اختصار، ده اختلاف فتوى. ده انا بقول لك ده اختلاف فتوى. اللي شاف النصارى بتوع بني تغلب بيلتزموا بشيء قال يجوز، واللي قال لا يلتزموا بالنصرانيه قال لا قال يحرم. يعني ده اختلاف في توصيف الواقع بتاعهم. ده لا مش مجمع عليهم ولا على حالهم. ده لا ان هذا الكلام اساسا نقل بلغ الصحابه رضي الله عنهم، والله اعلم بحالهم هم. قال وقوله تعالى وطعامكم حل لهم، أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. دي فائدة أخرى، وطعامكم حل لهم. هل يجوز أن نطعم اليهود والنصارى من الأكل الذي نأكل؟ نقول نعم. فائدة ثانية يقول وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. قلنا فائدة ثانية أن هو به نعرف ما يحل لنا، أليس كذلك؟ لأن هذا الذي حل لنا هو طعامهم الذي أحله الله لهم، فما كان منسوخا في شريعتهم بشريعتنا فهو وإن لم يأكلوه حلال لهم، وبالتالي فهو حلال لنا. شحوم التي حرمت على بني إسرائيل حلال لنا. يقول والأول اللي هو لكم أن تطعموهم من ذبائحكم أظهر في المعنى، أي ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم، وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة، كما ألبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه لعبد الله بن أبي بن سلول حين مات ودفنه فيه، قالوا لأنه كان قد كسى العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بذلك. فأما الحديث الذي فيه لا تصاحب إلا مؤمنا أو لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي فمحمول على الندب والاستحباب، الحديث صحيح رواه مالك في الموطأ، ليس في الصحبة، ولكن مقصود لا يأكل طعامك إلا تقي، من تجلسه على مائدتك، من تشاركه في ذلك، من تبدأ به في الطعام، الأتقياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ساب البرازيل بتقول؟ لا انا ما قلتش ان البرازيل كلها من اولها لاخرها اللي يسافر هناك يحل، انا قلت ان اللي جاي مستورد من البرازيل عندنا ليكون تحت اشراف اسلامي، وكذلك من الهند، قلت الحاجات اللي جايه من الهند، معنى ذلك ان يروح الهند ياكل من اي حته؟ لا، لان ده ذبائح اهل الهند دول في الجاموس لا تحل، لان دول وثنيين هندوس. لكن انا قلت اللحمة المستوردة من الهند ومن البرازيل مذبوحة تحت اشراف مسلمين، مسلمين هم اللي يذبحوها، وانا ما قلتش ان كل ذبائح البرازيل اللي هناك هكذا، ولا ان كل ذبائح الهند هكذا، انا انما تكلمت على المستورد منها، ما بيدخشش من الميناء عندنا الا بناء على شهادات معتمدة من المراكز الاسلامية هناك، وبناء على تقرير من لجنة طبية بيطرية بتشرف على الذبح هناك من الحجر البيطري في مصر، هكذا أخبرنا أحد الإخوة الذين يعملون في الحجر البيطري، وبناء على ذلك قلنا هذا الكلام، وسافروا وهو وزمايله سافروا وصوروا الذبح يتم على الطريقة الإسلامية، واللي بيستورد من الهند بيستورد من ولاية معظم سكانها مسلمين اسمها أوتر برادش وتحت اشراف مركز اسلامي. ده في الهند، وفي البرازيل تحت اشراف اتحاد المؤسسات الاسلاميه بالبرازيل. فده وعندهم جزرين مسلمين وبناء على ذلك افتينا، لو اتغير الوضع ده نتغير الحكم. ده البقر بس، الهندوس بيعبدوا البقر فقط. الاله المقدس عندهم البقر ليس الجاموس. الجاموس يذبحوه ياكلوه مفيش مشكله. اما البقره فيذبحون من ذبحها. انا حقيقي لو اكتشف ان في قريه مسلمه ذبحت بقره اهل القريه اتذبحوا كلهم. سيبوش في الشوارع كده، المسلمين يخطفوا بقره زي ما بتوع الجماعات اللي هم عايزين يخطفوا السائح وبعدين خاطفين سائح كده وهربوا بيه، فالهندوس المسلمين يفعلون ذلك، خطفوا بقره ودخلوها
وبعدين لازم ولا عظمه تطلع. لو طلعت عظمه وثبت ان في مسلمين ذبحوا بقره القريه تتذبح. طيب يا دكتور، اتوبيس اللي ضرب